فأول حديث أنه روق يا جبران، يعني بدك تروق وإلا مش ما في وإلا، أنه بدك تروق يعني ما أنه شو صاير عليك يعني. كالعادة أطل المحامي جوزيف أبو فاضل بمقابلة صحفية فجر خلالها عدة تصريحات من العيار الثقيل، من الملف الرئاسي إلى اجتماع باسيل وجنبلوط. فماذا كشف أبو فاضل؟ اثنينتهم مغرومين بعضهم أكثر منك، شو بدي أقولك، ما بعرف شو فيه يعني. كشف المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل أن الطبخة الرئاسية لم تستوي بعد، لا داخليا ولا خارجيا، وأفاد أن قطر تريد قائد الجيش جوزيف عون لكنها لم تعرض خطتها على حزب الله بعد، مشيرا في حديث لبرنامج وجهة نظر عبر سبوتشوت إلى أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يطرح أسماء رئاسية في قطر، موجها سهامه نحو باسيل قائلا هو يعطل ويماطل بالملف الرئاسي لوقت تزال العقوبات الأمريكية عنه، وهو رأى أنه عليه أن يترك حزب الله وقام بتركه ظنا منه أنه سيقيم حالة مسيحية لكنها لن تنجح. أنه خربت كل شيء يعني عملنا لك إيه؟ يعني معروف الحاج وفي صفاء أنه صاحب كتير هو جبران باسيل. وفي سياق آخر وبالنسبة إلى الغداء الذي جمع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلوط وابنه تيمور، سوف تكون نتائجه سلبية بالنسبة لتسوية أو صفقة يتم من خلالها تمديد للواء إسحاق. فوفق معرفة أبو فاضل بوزير الدفاع يؤكد أنه رجل صلب ومبدئي ولن يوقع ويخالف القانون ولن يدخل في استثناءات مهما كانت التسويات والضغوطات ومن أي جهة أتت. ما هو نوابه إذا إجا حدا منهم على سبيل التمثيلية والمسرحية بمجلس النواب، نعم. ما هو عنده نواب موارني معه بيخلي حدا منهم يترشح. وعن زيارة الرئيس السابق ميشيل عون إلى ميرنا شلوحي، كشف أبو فاضل أن عون زار المركزية أكثر من مرة لتقوية صهره، وهو سيقوم بهذه الزيارة ليومين في الأسبوع، لافتاً إلى أن أول نقلة لعون كانت إلى السفارة الفرنسية والثانية إلى الرابي من قصر الجمهوري مع احتفالات، فلننتظر النقلة الثالثة إذا ستكون إلى مركزية ميرنا شلوحي. وبالميلة 65. نعم بخمسة وستين لش هو يعني عم بسألك إيه كفي للفكرة، كفي للفكرة لش نحن المسيحية، نعم. مورني جامعتنا يعني مش أنا يعني، كان جبران بحد ذاته اللي كان بالحكم. أوكي لش هو انتخب الرئيس الشيعي بلبنان.